selama ايوان قال قد نشد مراني شو عمشي حا كارزوثا. وقدم لهم يسوع مثلا آخر قال يشبه ملكوت, السماو ملكوت السماوات رجلا زرع زرعا جيدا في حقله وبينما الناس نيام جاء عدوه وزرع بين القمح زؤانا ومضى فلما طلع النبات وأخرج سنبله ظهر الزؤان معه فجاء خدم صاحب الحقل وقال له يا سيد انت زرعت زرعا جيدا في حقلك فمن اين جاءه الزؤان فاجابهم عدو فعل هذا فقالوا له اتريد ان نذهب لنجمع الزؤان فاجاب لا لئلا تقلعوا القمح وانتم تجمعون الزؤان فاتركوا القمح ينمو مع الزؤان الى يوم الحصاد فاقول للحصادين اجمعوا الزؤان اولا واحزموه حزما ليحرق واما القمح فاجمعوه الى مخزني والمجد لله دائما والرب يبارك عليكم المجد هذا المثل ما الحنطه والزؤان او زيوان مثل ما نقول بالعربي المصلاوي كنسمعتمه عشرات المرات لكن ما اعرف اذا كثيرين منكم كنشافوا زيوان لانه اغلبنا ولدنا بالمدن ويصلنا اتصلنا الحنطه خبز مطحون مخبوز حاضر محضر ما عندنا هموم المزارعين اللي كان يسوع يعيش بيناتم وكانوا يعانون من هذه شبيه الحنطه سوداء طعمه مر ما طيب وتجعل حتى طعم الحنطه تجعله فاسد لان ما كان يعرفون شلون يتخلصون من هاي الافه من هاي الحبه الدخيله بين حبات الحنطة يسوع يأخذ مثل حتى يقارن بالخير والشر الموجود بينا مثله قصير بينه بعد وهذا البعد ممكن نترجمه نحن أيضا إلى حياتنا وراح تشوفون شلون نقدر نأونه نطبقه على حياتنا بهذا الصيف شفتوا ناس كثيرين في دول كثيره والتقيتوا مؤتمرات بالحقيقه اكتشفتوا ان الناس في كل مكان ينقسمون قسمين السطحيين والعميقين الناس السطحيين اللي يشوفون الحياه من جانبها فقط الانفعالي. ليش؟ وهاي المشاكل والإنترنت والأخبار وردود الفعل غالبا ما هي سطحية. الإنسان العميق يحاول أن يفهم ليش وكيف؟ يعني كيف هالأمور تصير وشلون يصل إلى نتيجة؟ ولهذا يسوع ما يقع بالفخ مال هذول الناس اللي يقولون ليش اكو زيوان؟ لابد انه اما الله مسؤول او شخص كن جاء يخرب زرع هذا الحب الشرير فينا وهاي مشكله طويله عريضه الناس تحكي بيها من بدء خلق العالم لهالساعتها لي ليش وشلون من الشجرة المحرمة إلى اليوم. لكن بالحقيقة في كل مكان اكو ناس عميقين. اكو ناس يحاولون ان يفهمون. وهذا اللي خلى شعوب تتحسن وشعوب تبقى على حطة ايدك، ما تتحسن. ليش؟ لأنه اللي يحكون كثيرين. واللي يعملون قليلين اللي بس ينتقد ويوزع انتقادات ويعتبر نفسه سيد العارفين لكنه ما يعرف يحل عقدي ما يعرف يحل مشكلة وهذا مع الأسف هذا اللي قنشوفه في حياتنا يسوع يقول لابد أن نقبل بأن هناك أشياء زينة وأشياء مو زينة وخلوهم يعيشون سوا ولا تحاولون أن تعملون الشخص المثالي والكنيسة المثالية والمجتمع المثالي اللي ما بينه مشاكل لا تصير كآبة لما تسمع أخبار كئيبة حاول أن تتجنب الضربة حاول أن تفكر أكو ناس زينين أكو ناس مزينين وما بس الناس زينين أو مزينين أنا في داخلي اكو اشياء مو زينه احاول كل يوم ان اقاومه او اسوي فرد شيء اكون ايجابي افكر بايجابيه انا مرات اتوجع مرات يصير عندي مشاكل بس هذا ما لازم يسد علي الرؤيه لوجود اشياء زينه اكو حنطه ليش تنسى الحنطه وتفكر بس بالزيوان الموجود بها وليش تريد من هسه تشلعه ما ينشلع من هسه لأنه لما تروح تشلع الزيوان راح تشلع الحنطة ويانه ولهذا يسوع يقول أكو دينونة بالأخير راح تتوضح أمور هسه ما يصير نلح على أنه كل شيء يكون مرتب وواضح هذول المصابين بمرض الكمالية مع الأسف أكو كثير أهل كماليين يريدون ان ولدهم او بنتهم يكونون كاملين مكملين ما بهم ولا عيب هذا ما صحيح ما ممكن الطفل يعمل وكاحه الطفل يبكي الطفل يعمل يكبر يتعلم خلوها بصبر فكر بالمستقبل فكر ما وراء المراره اللي تعاني منها اللي تشوفها بالمجتمع او اللي تشوفها بيك او اللي تشوفها بالآخر اللي يعيش معك الكمالية تخلق الخيبة ما كنت هالشكل قبل قبل كان أحسن هكذا نقع بالرجعية والسلفية وكل المصايب اللي تجي من خلال قياسية قديمة كان أقفة زمان الدنيا كانت كلش طيبة الله أيام الخير والملكية والجمهورية الأولى وإحنا تعال إشبع قهر مع ناس ما عاشوا هذيك الظروف ما عاشوا بذاك الزمان كان اكو نفس الشيء مثل اليوم لا بل كان اكو اشياء اسوا كان ممكن شخص يموت بالنشلي لهسا اكو أدوية أكو تقدم بالطب أكو أشكال يعني ليش ما نشوف الإيجابي الموجود في زماننا ليش دائما نخلق خاصة بعض الناس الكبار بالعمر يخلقون عند الصغار هذا الشعور بالخيبة من زمانهم إيه زمانكم ما يسوى زماننا كان أحسن وهذا ما صحيح أبد ما صحيح لأنه زمان الماضي أيضا كان بينه أشياء مزينة وكان ناس زينين وحاولوا أن يقاومون هذا الشر عندنا نماذج يسوع أحد هاي النماذج ما بس هو شخصيات مثل نيلسون مانديلا قال من تركت الزنزانة مالي اللي قضيت بها سبعة وعشرين سنة قررت أقلب صفحة أمسح الصبورة وما أطلع مرارتي معاي لأنه إذا جبت مرارتي معاي راح أبقى بالسجن وهالشكل هذا الإنسان صار نموذج لبلده جنوب أفريقيا لمدة سنوات وقدر أن ينفح فد نفس جديد لهذولا إحنا زماننا زماننا أكيد بينه زيوان وبينه حنطة لكن السؤال شلون نتعامل مع هذا الزمان شلون إذا كنا طلاب أنت شعلك من زمانك انجح ادرس ابدي سنة دراسية جديدة حاول يعني احنا بالعراق صحيح عندنا مشاكل بس الناس اللي التقيت بهم في المانيا وهولندا وفرنسا صدقوني كثير منهم لا لا نهايه العالم قريبه بسبب الحاحم على الشر والمساوئ والكآبة والأشياء اسمه وهذا قيد فنون رئيس فرنسي مات ها آه يقولون الشون زمان بديع كان زمان وأنا عشت وذاك الزمان صدقني كان نفس الشيء لا بل أسوأ كان الناس تختلف قياسيا تختلف فانت سؤالي لك انت عميق الا سطحي انت تفكرين بعمق ام بسطحيه هذه هي غايه وجودنا بالكنيسه وجودنا بالكنيسه حتى نعبر الى رؤيه اخرى الى توبه اخرى شكل اخر من التفكير والعمل لما يسوع ينطينا خبزاي صغيري برشانة بعد شويه، يقل لنا إذا هاي ما تشوف بيها جسد يسوع، ما راح تشوف ولا شيء بالدنيا، وتشوف عبالك هذا طبيعي، إيه عادي، صحتك زينه؟ عادي، الله كان أعطاك رزق عادي، ما عادي لا. الرزق ما عادي، والنعمة ما عادية، والحياة ما عادية، والصحة ما عادية، اشكر، ولهذا هاليوم جينا نشكر من كل قلبنا. نشكره على كل شيء على كل جلاس ماي وعلى كل كسرة خبز طيب نشكره أشكره معاكم على هذا الزمن اللي إحنا عايشين بينه وعلى الناس اللي أعطاهم الله إلنا حوالينا نشكره على كل نفس نتنفسه ونحاول أن نباوع أبعد من هذه المشاكل اللي تتعرض طريقنا واذا اكبر نحاول ان نكون اقوياء في مقاومته الله يقوينا على هذا الزمان وعلى خاصه اللي يحبطونا واللي ينزلو من معنوياتنا خلي نطلب من يسوع ان يكون هو قوتنا ونعمتنا امين